إلى أخبار الشركات الإماراتية، فبالتزامن مع الطلب القوي على الاكتتاب على أسهم شركة أدنوك للحفر، رفعت أدنوك الإماراتية حجم الاكتتاب العام الأولي لوحدة الحفر التابعة لها إلى 11% من رأس المال، وبما يعادل 1,760,000,000 سهم، ليبلغ بذلك حجم الطرح نحو 1,100,000,000 دولار، مما يشكل أكبر طرح عام أولي في أبوظبي منذ 4 سنوات على الأقل. كما قررت الشركة زيادة حجم الشرائح المحجوزة للمستثمرين الأفراد في الإمارات، بما في ذلك الشريحة المخصصة لموظفي شركات مجموعة أدنوك المؤهلين والمتقاعدين الإماراتيين.